هوريكم النهارده المانيا بقى بتعمل ايه. هذه الصورة منذ قليل، أو هذه الصورة لمشتبه به في الاعتداء على حافلة فريق بورتمان الألماني روسيا دورتموند، مشتبه به، اعترف على فكرة، اعترف بارتكاب الحادث في ألمانيا، وشه متغطي ده كده يعني، والراجل عايش ومتهم بإرهاب. أنا مش عندي واحد بقى مخدرات وما إلى ذلك، ده متهم بإرهاب وشه متغطي. ده احترام حقوق الإنسان، ده احترام البني آدمين، ده احترام المتهمين لأنه لسه متهم. في العالم كله بيعملوا إيه في القضايا؟ بيرسموا المتهمين، لأنه ممنوع أنك تدخل كاميرا في كثير من الدول، ممنوع أنك تدخل كاميرا، وبالذات في أمريكا ممنوع تدخل كاميرا داخل المحكمة، فبيرسموهم، بيبقى فيه رسام مخصوص موجود جوه. ده احترام حقوق الإنسان. عايزين شعب يحترم الحكومة، يبقى لازم إحنا كمان نحترمه، ولازم الدولة تحترمه، أصغر حد، حتى لو كان مدان، حتى لو كان قاتل. أظن أنه التحقيقات في هذا الأمر مهمة جدا، وأنه نتمنى أنه كمان السيد وزير الداخلية يكون قام بفعلا تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الأمر، لأنه غير مقبول مقتل أي حد داخل قسم الشرطة. لكن احنا كل ده كله ما زالت تحقيقات.